طيب خلينا بس نتكلم، احنا بنتكلم على من اول لحظة اتكلمت على المطارات، انا بتكلم على ادارة وتشغيل المطارات زي ما كل العالم بيتحرك فيه. فيعني هكرر تاني الموضوع، ليس هناك بيع للمطارات، المطارات دي مشروعات مرافق عامة للدولة المصرية، وبالتالي اي مشروع بيحصل فيها هو مشروع لتطوير وادارة وتشغيل، وفي الاخر لكن في النهاية الملكية هي ملكية الدولة المصرية. ده اللي أنا بأكد عليه. البنوك بيختلف القطاع، إحنا عندنا بنوك تمتلكها الدولة وبنوك بنوك ملك للقطاع الخاص، وبالتالي حتى ما يطرح بتبقى بحصص من يعني في بعض البنوك اللي موجودة، أو بنوك خاصة بتطرح في الدولة أو تتبع القانون أو الجزئية الخاصة بالبنوك الخاصة. ولكن إحنا كدولة طبعاً عندنا بنوك عامة دي بتظل ملكيتها بالكامل للدولة، إنما بيبقى هناك حصص في بعض البنوك الأخرى اللي ممكن هي دي اللي تطرح في هذا الشكل.